تمر اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي يعد واحداً من أعمدة الصحافة المصرية والعربية وصاحب تأثير عميق في تشكيل الرأي العام وصياغة الأحداث السياسية. لم يكن هيكل مجرد صحفي، بل كان شاهداً على مفترقات طرق تاريخية، وامتدت رحلته المهنية لسبعة عقود ليصبح واحداً من أبرز المؤثرين في الإعلام والسياسة على حد سواء. ولد هيكل في 23 من سبتمبر عام 1923 بقرية باسوس بمحافظة القليوبية، وتلقى تعليمه في القاهرة، ومنذ نعومة أظافره كان واضحاً أن مستقبله سيكون مع الصحافة، فبدأ مشواره المهني في جريدة الإيجيبشن جازيت كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، وسرعان ما أثبت كفاءته وانتقل للعمل في القسم الألماني ليشارك بعدها في تغطية معارك الحرب العالمية الثانية. في عام 1945 انضم إلى مجلة آخر ساعة كمحرر، واستمر في هذه المجلة التي أصبحت تحت ملكية جريدة أخبار اليوم. خلال هذه الفترة أصبح هيكل مراسلاً متنقلاً يغطي الأحداث العالمية الكبرى من الشرق الأوسط إلى كوريا وإفريقيا وحتى البلقان. وبعد هذه الجولات الثرية عاد إلى مصر عام 1951 وتولى رئاسة تحرير آخر ساعة، وفي نفس الوقت شغل منصب مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. في عام 1957 تولى رئاسة تحرير جريدة الأهرام رغم اعتذاره في البداية، واستمر في هذا المنصب لمدة 17 عاماً، حيث جعل الأهرام واحدة من أهم الصحف العربية. كما كتب في عموده الأسبوعي بصراحة مقالات كانت تنتظر بشغف من القراء والمتابعين من مختلف أرجاء الوطن العربي، واستمر في الكتابة حتى عام 1994. طوال 74 عاماً في بلاط الصحافة كان هيكل قريباً من مراكز القرار، حيث ارتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس جمال عبد الناصر منذ ثورة 23 من يوليو عام 1952، وساهم في صياغة فكر تلك المرحلة، وكان صديقاً ومستشاراً لعبد الناصر، حيث شارك في كتابة خطاب التنحي الشهير بعد نكسة 67. وبعد وفاة عبد الناصر بقى هيكل قريباً من الرئاسة في عهد أنور السادات، لكنه سرعان ما اختلف معه حول توجهات السياسة بعد حرب أكتوبر 73. هذا الخلاف أدى إلى إقالة هيكل من رئاسة تحرير الأهرام في عام 1974 وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي رفضه هيكل بشدة، فكان ذلك بداية خصومة سياسية حادة مع السادات. عندما تولى الرئيس حسني مبارك الرئاسة في عام 1981 بادر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين سجنوا في عهد السادات ومن بينهم هيكل، ودعاه مبارك إلى قصر الرئاسة حيث استمر الحوار بينهما لمدة 6 ساعات متواصلة، ورغم ذلك بدأت علاقتهم بالتوتر لاحقاً، خاصة في بداية الألفية الثانية. رحل هيكل عن عالمنا في 17 من فبراير 2016 بعد أن ترك إرثاً هائلاً من الكتب والمقالات التي توثق لتاريخ مصر والمنطقة العربية، وقدم رؤى تحليلية عميقة جعلته واحداً من أهم الكتاب والمحللين في العالم العربي، وشاهداً على التاريخ الحديث لمصر منذ عهد الملك فاروق وحتى السنوات الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.